النهارده الحزب الحاكم في اثيوبيا حزب الازدهار قالوا ان احنا مستمرين في عمليه الملء، وانه على اثيوبيا انهم بيتعهدوا في المضي قدما في عمليه الملء الثاني. واللجنه اللي هي منبثقه عن الحزب الحاكم في اديس ابابا قالت انه علينا استكمال الانتخابات الوطنيه كمان، وعلينا استكمال الملء الثاني عشان ده اللي هيكون مؤثر وده اللي هيحدد مصير اثيوبيا. حاجه يعني مدخلين مصير اثيوبيا هتحدد في الميه، في حين انه اذا تم ده ربما يؤدي الى مشاكل داخل وخارج اثيوبيا. دكتور نادر نور الدين، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، وسعيد بوجودي مع حضرتك. شرف لينا. مبدئيا هل الجزء اللي في النص ده في المنتصف السد اتبنى ولا لسه ما اتبناش؟ والله هو بدأوا فيه من اول مايو، يعني معلومات مؤكده انه هو بيستغرق 7 اسابيع. فالحائط الاوسط ده هو اللي كان بيمرر ميه النيل الازرق الى مصر والسودان. ولما بدا يقترب قبل موعد الفيضان في يوليا قبلها بشهرين من اول مايو بداوا يبنوا الحاجز الاوسط، عشان قبل كده كان هيحجز ميه في غير وقتها. وبالتالي بداوا من اول مايو، وتستمر لمده 3 اسابيع حتى الثلث الاخير من شهر يونيو القادم قبل موعد البدايه الرسميه للفيضان في يوليا ب10 ايام. هيكونوا انتهوا من رفع الحائط الاوسط 30 متر، وانه فعلا في صور بتؤكد انه بعد ما انخفضت المياه اللي مخزنينا السنه اللي فاتت 5 مليار نتيجه لانه مضى عليها عام وتعرضت للتبخير سواء بالحراره او بالرياح وغيرها، بعد ما انخفض منسوب المياه لفتره ارتفع منسوب المياه متر في خلال الاسبوع الماضي بعد ان عوض الانخفاض اللي كان حاصل. وده معناه ان هم بداوا في بناء الحاجز الاوسط فعليا، وانه هينتهوا منه قبل موعد الفيضان ب10 ايام، لانه زي ما حضرتك تفضلت هم متاجره في الانتخابات الاثيوبيه، وانه احنا بنملا دون رغبات مصر والسودان، وان احنا تحدي، وبيوهموا الشعب الاثيوبي الغلبان بانه القياده قويه لدوله ضعيفه. وللاسف متاجره كلها ومزايده واستفزاز زائد لمصر والسودان. احنا نتكلم عن نهر دولي عابر للحدود. اذا نهر دولي لك شركاء من الدول الاخرى لابد ان تستشيرهم في اي امر. اما ان تصدر قرارا منفردا بالملء طبقا لحجم التقدم في بناء السد فهذا مرفوض، لانك لازم تسمع لمحطه احتياجات السودان من محطات مياه الشرب المسؤوله عن نصف الشعب السوداني في شرق السودان، محطات توليد الكهرباء في سدي روسيرس وسنار، احتياجات السد العادي في مصر. انما تعمل لنا صدمه مائيه انك تحجز مني 13.5 مليار مره واحده انا والسودان، وبعدين تقول حجم، تقول دكتور نادر صدمه مائيه. صدمه مائيه ليه بقى يا استاذ؟ ايه كميه الميه الفتحتين دول بيجيبوا لنا قد ايه، وبينزل منهم قد ايه، وبيصرفوا قد ايه؟ هم قالوا ان احنا لما نبدا نبني الحائط الاوسط هنفتح الفتحتين السفليتين اللي في السد، ودول مخصصين لتصريف المياه في السنوات العجاف وسنوات الفيضان المنخفض، عشان هتبقى الميه منخفضه، ودي فتحتين منخفضه. الفتحتين دول مع بعض بيجيبوا 50 ل 70 مليون متر مكعب في اليوم. مصر والسودان سبق ان هم طلبوا ان هم يبقوا 4 فتحات عشان يدوا كميه معقوله من الميه، لان دي كميه صغيره خالص ما تقدرش انها تكفي احتياجات مصر والسودان. يعني مثلا لو خدناهم باحتياج شهري هنقول 50 ل 70 مليون في 30 يوم يبقى من 1.5 مليار ل 2 مليار. طب احنا متعودين في يوليو واغسطس نتسلم 11 مليار كل شهر في اثناء شهور الفيضان، ال 11 مليار هيبقوا 1.5 مليار الى 2 مليار، يعني هتدينا 10% فقط. الحاجة الثانية لما تصرف لي أنا والسودان من 50 ل 70 مليون من الفتحتين السفليتين، طيب أنا مصر بتضخ من خلف السد العالي احتياجاتها اليومية تتراوح من 150 إلى 200 مليون متر مكعب، وفي شهور الصيف قد ترتفع لغسيل التلوث وضخ مياه زايدة عشان البخر والحر في الصيف قد تصل إلى 250. طب أنا في اليوم في مصر على الأقل هنقول 150 إلى 200 مليون، أنت هتديني 50 مليون بس أنا والسودان، يعني يوصل لنصهم. دي صدمة مائية استوعبها ازاي؟ كان لازم هنا الاتفاق المسبق عشان اقول لك لا، يعني لازم على مدار شهور الصيف على مدار شهور الفيضان تخزن، تديني فرصة اخزن، لما يجي فيضان عالي خد منه اللي انت عايزه، انما خلي اللي انا تعودت استلمه كل شهر واللي بنيت حصتي عليه
يمشي زي ما هو. وبعدين انا مش عامل السد العالي عشان يخدم على السد الاثيوبي ولا الميه اللي فيه لصالح الشعب الاثيوبي، الميه اللي فيه ده الخير الشعب المصري وللسنوات القادمه. يعني قد نمر بسبع سنوات عجاف مره اخرى، قد ياتي الينا فيضان غير عالي، اذا ده مخزوننا احنا. انما انت تقول اسحب من السد العالي وكانه هو، انت مش بتتكلم عن سدك بس، بتتكلم كمان، طب ما انت عامل مؤتمر صحفي في اسرائيل من شهرين بتقول سنجفف بحيره السد العالي ونحول السد الى مجرد حائط. يعني اذا انت بتعترف انك مؤذي وانك شرير وانك عايز تجفف السد، بتطلب مننا ناخد منه ليه؟ وبعدين على بال ما تصل لل 75 مليار اللي هيتخزن، هكون انا فضيت 75 مليار من السد ولا من العادي انك تاخد من ميه الفيضان بس؟ لما يجي الفيضان عالي واحنا في السنه الرابعه للسنوات الثمان، يعني قدامنا كمان اربع سنين، الرابعه والخمسه والسته والسبعه، اذا جه الفيضان عالي واستمر السبعه الثمان، خد يا سيدي كل الميه اللي فوق اللي هي ميه الفيضان، انما سيب متوسط تدفقات النيل الازرق اللي عايش عليه شعب مصر والسودان، ما تعمل لناس صدمه مائيه وتديني 10% من احتياجاتي للميه وتقول ما انا قطعتش عليكم الميه، نديتكم من الفتحتين السكريتين 50 مليون كل يوم، بينما انا احتياجاتي اليوميه في مصر لوحدها 200 مليون والسودان 100. يعني بدل دكتور ما نادر دلوقتي ما قدمناش احنا والسودان، هو هيدينا 50. دلوقتي ما قدمناش الا الفتحتين دول، ماذا لو واحده منهم اتعطلت؟ وارد ممكن تتعطل فنيا او فنيا ممكن؟ ما هو ده اللي شرحه الوفد المصري والسوداني اثناء المباحثات. انه طيب لو فتحه فيهم اتعطلت، طلبنا زيادتهم الى اربع فتحات، اشتغل منهم ثلاثه وواحده تبقى احتياطي، لان ماذا اذا واحده اتعطلت؟ يبقى في الحاله دي ال 50 مليون هيبقوا 25 مليون. طبعا دي كميه ما تنفعش حاجه خالص لا لمصر ولا للسودان، لان احنا قلنا استهلاكنا اليومي احنا والسودان 300 مليون. فازاي طلبنا ان هم يبقوا اربعه ركبوا دماغهم، لان هم كل حاجه بيرفضوها ورفضوا زياده عدد الفتحات الى اربع فتحات، ثلاثه يشتغلوا واحده احتياطي، ثلاثه يشتغلوا يعني 150 مليون كل شهر، يعني 4.5 مليار في مليار كل يوم، يعني 4.5 مليار في الشهر. معقول لما بدل ما بستلم 11 مليار لما تديني نصهم اتحمل بس نتفق. انما مش عافيه، مش تفرض عليا انه على حسب تقدم السد وعلى حسب رغبتك والانتخابات اللي عندك والمخاطبة بالحنجورية الثورية اللي انتوا عايشين فيها لوحدكم دي تيجي تقول خلاص ده قرارنا. لا، قرارك ايه؟ ده نهر دولي مشترك لازم ليك شركة فيه، والشراكة دايما ملزمة ان الشركة كلهم يتفاوضوا حول اي خطوة مستقبلية، مش قرار واحد بلطجي عشان هو ماسك المنبع من فوق يوم يتحكم في الدولتين اللي تحت. وبعدين انت دولة وفرة مائية اصلا، لو كنت محتاج مية كنا خدمنا وراك وقسمنا المية، انما يبقى عندك تسع احواض انهار منهم ثلاثة بيروحوا للنيل وست انهار داخلية، وانت بيسموك نافورة المياه، وتصنع في المية اللي راحة للسودان ومصر الصحراوية اللي عايشين على 7%. فالحقيقة كله تعنت، وهم كمان بيصروا على الاتحاد الافريقي، ده نهر دولي، ليه الاتحاد الافريقي لوحده؟ هو اسمه نهر اقليمي ولا ده نهر دولي؟ اذا مش هيتحل الا بتدخل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده والبنك الدولي. وبعدين ما هو يا دكتور نادر الافريقي لانه لن يصل الى حلول ابدا. لانه ليس لديه الخبراء اللي موجودين في الميه والسدود زي الاتحاد الاوروبي ولا زي امريكا والبنك الدولي. ده معناه ان هم مش عايزين، لان انت لو بترحب بالحلول ترحب باي تدخل، تقول اهلا وسهلا بالاتحاد الاوروبي، اهلا وسهلا بالبنك الدولي وامريكا، انما انت عايز تماطل مع الاتحاد الافريقي ونفضل ناخد وندي 10 سنين كمان. وبعدين هو وقع اتفاق على المبادئ البند العاشر، بيتكلم على في حاله اي خلاف نروح لطرف ثالث، وبالتالي هم موقعين على هذا الامر ان احنا نروح لطرف ثالث، وقعوا عليه معانا. مظبوط. مظبوط يا فندم. البند العاشر بيقول انه في حاله تعثر المفاوضات لابد ان نلجا الى ميدياتور، الى وسيط دولي. ولم يقل وسيط افريقي. وبالتالي واذا فشلت الامور ترفع الامر الى اجتماع عاجل لرؤساء الجمهوريات الثلاثه للبند. هم رافضين يطبقوا البندين دول. لا يرفعوا الامر لرؤساء الجمهوريات عشان لما يقعدوا مع بعض كل واحد يعني نقدم حلولا وسطيه نتفق عليها، ولا ان احنا نلجا لميدياتور دولي او وسيط دولي للتحكيم بيننا. هم عايزين افريقي بس. انت عايز تفرض؟ قبل كده فرض عليا المكتب الاستشاري الفرنسي، ولما وافقنا عليه
اول ما قدم اول تقرير ليه طلبته استبعاده، مع ان انت اللي اخترتوه مش احنا. نعم. اذا هم دايما مش عايزين اي رقيب عليهم، لما يجي يقول لك الاتحاد الافريقي والاقربون اولى بالمعروف وكاننا بنخرج زكاه ولا بنخرج صدقات في الاقربون اولى بالمعروف، كلام فاضي طبعا ما يخشش عقل حد. هل امريكا اللي عايز يحل يرحب باي وساطه دوليه سواء من الاتحاد الاوروبي او من امريكا او من البنك الدولي، دور الخبراء المياه اللي على حق، انما هم مش عايزين يحلوا، هم عايزين يفرضوا علينا سياسه امر واقع ويسيسوا الامر ويبقى عندهم محبس الميه. وطيب السنه الجايه هنعمل ايه والسنه اللي بعدها هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نتفق، ده احنا لسه قدامنا شوط طويل، هتخزنوا 75 مليار هنتضرر منهم، لازم نتفق. انما للاسف الجانب الاثيوبي غير منطقي على الاطلاق، ويلاوع ويكذب هل الوساطه لا يعطي لمصر والسودان حقهم في المياه؟ هل تتوقع حضرتك الوساطه الامريكيه يعني ممكن تؤدي الى حلحله هذا الامر، ولا احنا هنروح للملأ الثاني تحت اي ظرف، او هم رايحين للملأ الثاني تحت اي ظرف، وحط يعني البلدين تحت امر واقع؟ اذا توفرت الاراده الامريكيه للوصول الى حل فلديهم المسوده السابقه التي تم التوافق عليها في شهر فبراير من العام الماضي، وتوافقت عليها الثلاث دول بعد اجتماعات مكثفه في واشنطن لمده 3 شهور ونصف، وبالتالي أصاغوا هذه المسودة بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، ووقعت عليها مصر وانسحبت إثيوبيا واتهمت أمريكا بمجاملة مصر. فهل هذه المرة هتتهم أمريكا بالمجاملة؟ أمريكا تستطيع طبعا اليومين دول هي ضغط على إثيوبيا بموضوع إقليم التجري والانتهاكات الوحشية للجيش الإثيوبي والانتهاكات الجنسية للجنود وغيره، وبدأت تخصم بعض الأمور وبدأت تجرم بعض الأشخاص وترفض خروجهم من إثيوبيا أو تطلب محاكمتهم. فإذا توفرت إرادة أمريكية لفرض اتفاق كامل وليس اتفاق مرحلي لهذه المرحلة فقط، تستطيع أمريكا أن تقوم بهذا العمل. إنما السودان بتتبنى رأي أن لازم تكون تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إنما المهم هم دول اللي هيحلوا، لإما الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو أمريكا. الاتحاد الأفريقي قعدنا سنة، وآدي كمان 5 شهور في السنة الجديدة، سنة يعني سنة وخمس شهور، ولم نصل إلى أي شيء، ولم يقدم حلولا وسط أو خريطة طريق أو توسط أو إرغام أي دولة أو تقديم تنازلات من بعض من إثيوبيا أو إعطاء طمأنينة لمصر والسودان. إذا الاتحاد الأفريقي غير قادر على الحل، ولذلك إثيوبيا تتمسك به، إنما الحلول في إيد أمريكا نمرة واحد، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دول الثلاثة اللي في إيديهم الحلول، والرجوع إلى مجلس الأمن إذا ما تعثرت المفاوضات، لأنه الاتحاد الأفريقي هو اللي طلب من مجلس الأمن أن يعطيه فرصة ويأخذ الملف ليه، إنما طلب مصر إلى مجلس الأمن قائم. فإذا فشل الاتحاد الأفريقي من حق مصر أن تعيد الملف إلى مجلس الأمن مرة أخرى. دكتور نادر، الأمطار الشهر إحنا خلاص في شهر 6 خلاص، والأمطار تبدأ اعتبارا بعد أسبوعين من دلوقتي بغزارة، وبعد كده بأكثر غزارة في شهر 7 وشهر 8. هل ممكن يبدأوا ملء اعتبارا من منتصف هذا الشهر مع بداية طول الأمطار بغزارة؟ شوف، هو منطقيا وعلميا طالما بدأوا يعلوا الحاجز الأوسط خلاص، يبقى معناها ان المية بدأت تتحجز حتى من دلوقتي رغم التدفقات ما زالت ضعيفة. بس التعلية دكتور نادي مؤكدة، معلومة مؤكدة التعلية طبعا، مش كده؟ بدأ يعلو الحاجز الأوسط، وارتفع مستوى الماء قدام الحاجز الأوسط بمتر عن ما قبل شهر ماضي. والكلام ده موثق تماما يعني. نعم. انما هم عشان كده فتحوا لنا الفتحتين السفليتين. هم فتحوا الفتحات السفليه ليه؟ يعني ده معناه ان احنا خلاص هنبدا التخزين، وانت هتاخد ال 50 ل 70 مليون يوميا دول كفايه عليك لغايه لما احنا نخلص، لان الميه هتعدي منين؟ طالما بدا يعلي الحاجز الاوسط يبقى خلاص الميه هتبدا اوتوماتيك، حتى لو كانت كمياتها ضعيفه دلوقتي، وهتزيد طبعا مع تقدم موسم الامطار. بس هم طبعا يكذبوا ويقول لك انا بخزن بالامطار، لا، انت بتخزن من ميه النيل الازرق مش من الامطار. انما كل منابع الامطار اللي في العالم هي مناطق غزيره الامطار، تتجمع الامطار وتذهب الى مجرى النهر. انما يطلع ابو احمد ويقول انا هاخد 5% من الامطار، طب قول لنا مصايد الامطار اللي انت عملتها فين؟ لا يا سيدي، انت هتاخد من مياه النيل الازرق، وهتحجز 13.5 مليار من مياه النيل الازرق الذاهبة إلى مصر والسودان، وليس من مياه الأمطار. إذا كنت هتاخد 5%، طب ما تسيب لنا ال 5% دول اللي بيروحوا للنيل الأزرق، وتاخد من 95% اللي بيفضلوا عندك في أراضيك. إذا بيلوعوا ويكذبوا حتى على أعلى المستويات. بيحاولوا يخدعوا العالم إن أنا بخزن في موسم الأمطار، ما هو أصلا نهر موسمي بيمشي في
صيف وبيجف في الشتاء. يعني عندما ياتي شهر يناير يجف النيل الازرق ولا توجد فيه مياه، النيل الازرق تتدفق فيه المياه، بتلاقي من شهر 6 ضعيفه وتصل ذروتها في يوليو واغسطس وسبتمبر، ثم تبدا تخل في اكتوبر ونوفمبر الى ان تنتهي في ديسمبر. اذا انت مش بمزاجك ان انت بتحوش في الصيف، لان ده نهر الموسمي مش نهر دائم الجريان، ده نهر بتجري فيه المياه في الصيف وتجف في الشتاء، فما فيش قدامك غير انك تخزن في الصيف. انما تخدع العالم وتقول انا بخزن من الامطار، لا انت ما بتخزنش، امال انت بتخزن من الامطار احنا زعلانين ليه؟ احنا زعلانين انك هتخزن من ميه النيل الازرق. ما تكذبش وتقول من الامطار، لا انت عامل مصايد امطار ولا انت بتجمع من الووتر كاتشمنت اريا مناطق تجمعات المياه، انت بتاخد من المياه الجاريه بين ضفتي نهر النيل الازرق واللي في اتجاهها الى مصر والسودان، انما الامطار ما بتتجهش الى مصر والسودان. فبيلوعوا يا استاذ احمد بشكل فظيع، وينبغي لمصر ان ترد علميا على كل هذه الاكاذيب وتفضحهم امام العالم. وعشان كده الجوله اللي بتقوم بيها مريم الصادق المهدي في الدول الافريقيه لاقناعهم بالمواقف المصريه السودانيه جوله جيده، وقبلها كان جوله وزير الخارجيه المصري في بعض دول منابع النيل تنزانيا واوغندا وكينيا وبروندي ورواندا، دي كلها خطوات جيده ان احنا بنقنع العالم بموقفنا العادل ومظلوميه الموقف المصري امام التعنت الاثيوبي. بشكرك دكتور نادر نور الدين، كل التحيه لحضرتك.